السلام من الله عليكم وأهلا بحضراتكم، وهذه أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري نبدأها بالعناوين. في جولته التفقدية بالأكاديمية العسكرية، الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية. الرئيس السيسي يصدر قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، بينهم أحمد دومة. وفد من دول الإكواس يصل إلى النيجر في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة لحل الأزمة السياسية الراهنة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية والعمل في كافة القطاعات والمجالات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تلك الأزمة. جاء ذلك في كلمة سيادته خلال لقائه مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية أثناء جولته التفقدية للأكاديمية. موضوع محطات الكهرباء، تصوروا ان انتم محتاجين في اليوم 18,000 طن مازوت عشان نشغل المحطات بكامل طاقتها عشان توفر الطاقة في ظروف درجة الحرارة المرتفعة اللي مرت علينا خلال الايام اللي فاتت، ويمكن برضو هتبقى معنا شوية كده. انا بتكلم يعني اكتر من 500,000 طن مازوت في الشهر، تمنهم تقريبا يعني 300-350 مليون دولار. ده غير الغاز اللي احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني انتاجنا منه بيقدم جزء كبير جدا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي. يعني لو ما كانش الانتاج بتاعنا ده كان موجود دلوقتي كنا احنا هنبقى يعني في ازمه كبيره قوي الحقيقه. الحمد لله رب العالمين. انا بس حبيت ان انا اطمنكم واقول ان احنا قد تكون الاسعار بتاعت السلع مرتفعة، وده امر يعني محل تقدير مننا، والحكومة بتعمل دلوقتي على يعني مجموعة اجراءات تخفف من خلالها من اثار هذه الازمة. وفي كلمته شدد الرئيس السيسي على أن مصر بذلت جهودا غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية، وأضاف أنه سيتم إضافة 3 ملايين فدان لخريطة مصر الزراعية قريبا لتحقيق الأمن الغذائي. خلال شهور قليلة إن شاء الله هنكون حاطين على خريطة مصر حجم ضخم جدا من الأراضي الزراعية، سواء كان في الدلتا الجديدة أو في توشكا أو في شرق العوينات. احنا بنتكلم على اكتر من يعني لو مجموع الاراضي دي كلها، حتى في سيناء كمان لو حطينا مجموع الاراضي دي اكتر من 3 مليون فدان مع الريف المصري كمان، يعني احنا بنتكلم في كميه ضخمه جدا. عمل وجهد وحجم اراضي عشان تعمل انتاج زراعي غير مسبوق في فتره زمنيه مش كبيره قوي. طب حتى مع ده انا بقى احنا محتاجين يبقى عندنا استيراد لسلع أساسية زي القمح والذرة وزيت الطعام، أيوة بكميات كبيرة أكيد. إن إحنا على الأقل بنتكلم في 18-19 ويمكن نوصل ل 20 مليون طن قمح، حجم الاستهلاك المحلي في مصر في السنة الواحدة. وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة لم تتوقف أبدا عن العمل، وأن هناك تطورا مستمرا في كل بقعة من أرض مصر. إن إحنا لم نتوقف أبدا عن العمل، وزي ما قلت هناك وبقول لكم برضو إحنا في عمل مستمر على كل قطعة أو كل شبر من أراضي مصر. طيب الأزمة اللي كل الناس متحسبة منها وكل الناس قلقانة منها، عدت علينا أزمات كتير في مصر، وبالجهد وبالمثابرة كانت هذه الأزمات بنعبرها إن شاء الله. والأزمة اللي أنا بتكلم فيها دي برضو الأزمة الاقتصادية اللي احنا بقالنا دلوقتي بنعاني منها، وزي ما قلت كده برضو إن احنا مش كنا سبب فيها.
كظروف عالم يعني، سواء كوفيد 19 موقف الدنيا كلها بالكامل وكان ليه تأثير سلبي قوي على الاقتصاد العالمي واحنا مرتبطين بيه بشكل او باخر، او الازمة الروسية الاوكرانية وبرضه وتأثيرها على الاسعار وكده. وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، أكد الرئيس السيسي أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات، لا سيما الأزمة السودانية. مصر دايما لها ثوابت في سياستها، بتتسم دايما بأن هي تكون عامل استقرار في محيطها كالعادة، ودي مش أنا بس اللي كنت حريص أن أنا أدير سياستنا الخارجية بالطريقة دي، لكن أتصور أن إحنا كان دايما مصر بتتسم سياستها بالتوازن والاعتدال، وما زلنا على كده، لا نتدخل في شؤون الآخرين ونبقى عامل إيجابي دايما في إيجاد حلول للأزمات المختلفة اللي بتمر بمنطقتنا، وهي كتير زي ما انتم شايفين، دول الجوار عندنا، أشقائنا في ليبيا، أشقائنا في السودان، بدون شك الأزمات دي لها تأثير علينا أيضا، ولكن إحنا بنحاول نكون عامل إيجابي في إيجاد حلول لهذه الأزمات. ويمكن أنتم كنتم متابعين خلال الفترة اللي فاتت مؤتمر دول الجوار، وكان الهدف منه أن احنا بالتنسيق مع دول جوار السودان أن احنا نوجد مخرج أو حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معاناة الأشقاء، ويعني تعود السودان مرة تانية، يا رب يوفقنا في هذا الأمر خلال فترة قصيرة إن شاء الله. وأشاد الرئيس السيسي بدور الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدا أن دورها لا يتوقف فقط على إعداد وتأهيل الطلبة، لكنها تقوم بدور في إعداد كوادر للعمل بمؤسسات الدولة المختلفة. سعيد أن أنا ألتقي بكم النهاردة وأتكلم معكم شوية. أنا عارف أن الاختبارات النهائية للكلية أو للأكاديمية خلصت بالكامل، وأتصور أن احنا الوقت بنستعد لحاجتين في وقت واحد، تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية ومن الكليات العسكرية بالكامل، وأيضا استقبال دفعة جديدة من الطلبة الجدد إن شاء الله. الحقيقة بالمتابعة مع يعني القادة في القوات المسلحة ومع مدير الأكاديمية، أنا بطمئن دايما عليكم، وحتى من خلال الزيارة والالتقاء بيكم والحديث معكم بيزداد كل يوم تقديري للجهد المبذول وللإعداد الكبير اللي احنا أو اللي بتقوم به الأكاديمية دلوقتي في فترة بنعتبرها فترة مهمة جدا. وأجرى الرئيس السيسي لقاء مع عدد من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، أكد خلاله حرص الأكاديمية على تقديم أفضل الوسائل التعليمية لإعداد خريج الأكاديمية لمستقبل واعد. احنا هنا في الأكاديمية حرصنا على ان احنا لكل اللي موجودين كل القطاعات ان احنا نقدم لهم افضل ما عندنا في كل شيء. انتوا جاهزين؟ متعلمين كويس؟ عشتوا فترة طالت او اسرت واستفدتوا منها اكيد. فطب انتوا جاهزين لبكرة بتاعكم؟ برضو اكيد. وده كلام مش بقوله عشان افرحكم او يعني اقول كلام معنوي، لا لا، دي حقيقة. وكل جهدنا وزيارتنا ليكم هو كان الهدف منها دايما من اول الانتقاء والاختيار لغاية التأهيل والجدية فيه، الهدف منها ان هي يبقى برامج التعليم اللي موجودة فيها اكثر تطورا من اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى فجر السبت جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية برفقة قيادات من القوات المسلحة والأكاديمية العسكرية. وخلال الجولة أشاد الرئيس بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس، وذلك خلال تفقد سيادته الأنشطة والتدريبات الرياضية التي قام بها طلاب الأكاديمية خلال تنفيذهم طابور اللياقة. كما تابع الرئيس السيسي برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وتفقد عددا من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على ميادين الفروسية.
استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة. وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدامه صلاحياته الدستورية وإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة في إطار استجابة سيادته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكا، والذي يعد إضافة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تساهم القوات المسلحة في تنفيذها. واستمع رئيس الأركان إلى عرض تفصيلي تضمن أحدث المستجدات بالمشروع والخطط الزمنية لتحقيق النتائج المرجوة من تلك الرقعة الزراعية المتنامية التي تمثل إضافة لمساحة مصر الزراعية، وتهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق طفرة زراعية في مجال الأمن الغذائي. وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى مطار بودابست فرانز ليست الدولي في مستهل زيارته للمجر التي تستغرق 4 أيام يشارك خلالها في احتفالات العيد القومي للمجر. وكان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله السيد شاميين جولت نائب رئيس الوزراء المجري والسفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر وأعضاء السفارة المصرية وصاحبا النيافة الأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا والأنبا جبريل أسقف النمسا والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر. أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ 315,000 طالب وطالبة، وأكد استعداد معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من 9 صباحا وحتى 3 ظهرا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب والمساعدة في التنسيق الإلكتروني. تنسيق الجامعات استقبال طلاب المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني بحد أدنى 250 درجة فأكثر للشعبة العلمية و 238 درجة فأكثر للشعبة الأدبية. هو طبعا المرحلة احنا عارفين ان هي وقفت عند 250 درجة بالنسبة للشعبة العلمية و 238 بالنسبة للشعبة الأدبية. الطلبة نفس الأوضاع اللي هم ماشيين عليها، بيجي بيدخل رقم جلوسه ورقم السري وبعدين رقم التأكيدي، بيراجع بياناته نمرة 1، نمرة 2 بيخش يشوف الكليات ويختار يا إما بالتخصص يا إما بالجامعة، ده اللي بيعمله الطالب. وإحنا أي حاجة بيسأل عليها بنقول له عليها. 350,000 طالب وطالبة تستوعبهم المرحلة الثانية. فاللحظات الأخيرة من نهاية حصاد المرحلة الثانية أوشكت على الانتهاء، فالطالب عليه اختيار الرغبات حسب التوزيع الجغرافي. جاية النهاردة مكتب التنسيق عشان أعمل رغباتي، ومعاملة كويسة جدا، وفي حد مهندس قعد معايا وكتب لي الرغبات وطبع لي الورق، ومعاملة في جامعة القاهرة كويسة جدا. كنت أنا عايز أجيب كلية حاسبات بس ما جاليش مجموعة، بس فإن شاء الله يعني خش الجار. هو جاي، هو علم علوم جايب 81%، واحنا عارفين ان مكتب التنسيق بتاع جامعة القاهرة مكتب كويس خالص، واحنا جايين يعني نقدم هنا، وسألنا وقال له احنا يعني ايه المكتب كويس وهيساعدونا فيه، بس احنا جايين هنا عشان نشوف. النتائج التي أظهرتها المرحلة الأولى أعطت فرصة كبيرة لطلاب المرحلة الثانية في اختيار عدد من كليات القمة، والطب البيطري والحاسبات والمعلومات والعلوم والأداب والذكاء الاصطناعي. محمد محروس، النيل.
التقى وفد دول غرب افريقيا الاكواس الذي وصل الى نيامي في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في النيجر. التقى بالرئيس محمد بازوم المحتجز منذ 26 يوليو. وقال مصدر مطلع ان بازوم كانت معنوياته مرتفعة، كما التقى الوفد ببعض المسؤولين العسكريين بهدف الاستمرار في اتباع المسار السلمي لاستعادة النظام الدستوري في النيجر. واصلت دول غرب افريقيا اكواس التهديد بالخيار العسكري، وفي الوقت نفسه مدت يد الدبلوماسية للنظام العسكري الحاكم في النيجر منذ استيلائه على السلطة، حيث وصل وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اكواس الى نيامي عاصمة النيجر في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة لحل الأزمة في البلاد. لكن السؤال يبقى عما إذا كانت هذه البعثة ستجد الأبواب مفتوحة أمامها في نيامي، حيث فشلت وفود سابقة أرسلتها إكواس في مقابلة عبد الرحمن تياني الذي تولى زمام الأمور في البلاد، كما منعت أيضا من مقابلة الرئيس المخلوع محمد بازوم المحتجز منذ 26 يوليو الماضي. وبحسب مصدر داخل مجموعة إكواس، فقد استقبل رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري الوفد الذي يضم رئيس إكواس عمر توراي في مطار نيامي، ومن المقرر أن يجري محادثات مع القادة العسكريين في وقت لاحق. وبموازاة هذه المبادرات الدبلوماسية، أكدت إكواس جاهزيتها لإرسال قوات عسكرية إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري، لكن حتى اليوم لم يتم الإعلان عن قوام هذه القوة أو الجدول الزمني المحتمل لتدخلها. قالت وزارة الداخلية الأوكرانية أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 129 آخرون في ضربة صاروخية روسية أصابت وسط مدينة تشيرنيف التاريخية بشمال أوكرانيا. لا يزال المشهد الميداني على مسرح أحداث الحرب الروسية الأوكرانية مشتعلا، حيث تعرض وسط مدينة تشيرنيف شمال أوكرانيا لقصف روسي أسفر بحسب كييف عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 110. وقد فاجأ القصف سكان هذه المدينة التي بقيت بمنأى عن الهجمات الواسعة النطاق خلال الأشهر الأخيرة، بعدما حاصرتها القوات الروسية لفترة وجيزة في بداية فبراير عام 2022. جرى القصف بعدما أعلنت كييف هذا الأسبوع إحراز تقدم محدود في شرق البلاد وجنوبها في إطار هجومها المضاد لتحرير المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وبعدما أعطت واشنطن الضوء الأخضر للدنمارك وهولندا لإرسال مقاتلات أمريكية من طراز F-16 إلى أوكرانيا. من ناحية أخرى، أعلن الجانبان التصدي لهجمات بمسيرات في وقت تزيد كييف تلك الهجمات على الأراضي الروسية في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه منذ مطلع يونيو لتحرير أراضيها من القوات الروسية. وقال الجيش الروسي أنه أحبط هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على مطار عسكري في منطقة نوفغورود الواقعة بين موسكو وسان بطرسبرغ والتي لم يسبق أن استهدفت. كما أعلن إحباط هجوم أوكراني بواسطة صاروخ مضاد للطائرات من منظومة S-200 للدفاع الجوي استخدم لضرب أراضي القرم. كذلك أعلن القضاء على 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو الذي يشكل خط الجبهة في جنوب أوكرانيا، حيث تسعى قوات كييف لاختراق دفاعات موسكو. من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية إسقاط 15 طائرة مسيرة روسية خلال الليل. ما زالت موجة الطقس السيء تعصف بالعديد من دول العالم ما بين حرائق الغابات والفيضانات المدمرة. في أرخبيل الكناري الإسباني تواصل فرق الإطفاء الإسبانية مكافحة حريق هو الأكثر تعقيدا على الإطلاق، حيث ساهمت رياح قوية ودرجات حرارة عالية في تمدد الحريق لغابة كبيرة في جزيرة تينيرفي، مما دفع عددا كبيرا من السكان إلى الفرار من منازلهم، وتم إجلاء نحو 4500 شخص، بينما لا يزال 1700 آخرون عالقين في منازلهم. وفي ولاية واشنطن الأمريكية وصلت الحرائق المشتعلة في الغابات بسرعة فائقة انتشارها، مما أدى إلى إحراق بعض المنازل وصدور أوامر من قبل السلطات الأمريكية بسرعة إجلاء 1000 الأشخاص في المجتمعات الريفية الصغيرة، وتعد واحدة من أكبر الحرائق التي توصف نيرانها بالرمادية بالقرب من بلدة سبوكان في شرق واشنطن. ومن حرائق هاواي بواشنطن إلى فيضانات الصين،
حيث تعرضت بعض القرى لأضرار جسيمة بسبب تلك الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، مما أدى لانقطاع القرى عن العالم الخارجي. ونتيجة لذلك تم تشكيل فرق مؤلفة من 30 ضابطا وجنديا لنقل الإمدادات الضرورية على وجه السرعة إلى القرى. في النيجر أدت الفيضانات التي تسببت بها أمطار غزيرة إلى مصرع 27 شخصا وتضرر أكثر من 70,000 آخرين، ونجت حتى الآن العاصمة نيامي التي يقتلون شخص والتي غالبا ما تشهد فيضانات مميتة. خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي ضمن أعمال مجموعة العشرين، التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت مع الوزير الفيدرالي للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي شري أشوينو فاشيناو، حيث تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات تصنيع الإلكترونيات وبناء القدرات الرقمية والتعاون في مجال البنية التحتية الرقمية الداعمة لعملية التحول الرقمي. كما اجتمع طلعت مع رئيس التنفيذي لشركة تيجاس الهندية الرائدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات. وخلال الاجتماع بحث الجانبان فرص التعاون في مجال صناعة الإلكترونيات ومناقشة إمكانية تعاون الشركة مع الكيانات الأكاديمية التابعة للوزارة في مجال التدريب الفني وبناء القدرات ذات الصلة بتركيب وتشغيل ودعم شبكات الاتصالات. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أهمية دور المراكز التكنولوجية في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات وضمان جودة وسرعة تلك الخدمات. جاء ذلك خلال تفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية لديوان عام محافظة القليوبية وافتتاحه المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان رسميا. صرح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع الدكتور إبراهيم عشماوي بأنه تم طرح 5000 طن سكر من قبل 5 شركات لإنتاج السكر الأبيض خلال عقد أولى جلسة لتداول السلع. وأشار عشماوي إلى تقدم 7 شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، وتم التنفيذ لست شركات بإجمالي 4000 طن بمتوسط سعر 24,300 جنيه مصري للطن. أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار أن الحجز الإلكتروني بالطرح الثالث للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد مسكن بنظام الطرح الدائم سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل ولمدة 2 شهر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. وبهذا نصل إلى ختام أحداث 24 ساعة، لكم التحية ودمتم في رعاية الله وأمنه.